السلام عليكم، معكم صابرين ماشين صابرين كرافت عند إسراء. اليوم جيت لكم فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا انا جالسه بالمانطا وجالسه مكمده على البرد، كنتفرج انا واختي في التلفازه. جاتني واحد الفكره ديال واحد لا فيديو. صراحه ما كنتش غندير شي فيديو هاد الاسبوع هذا، مي جاتني واحد الفكره زوينه، هي غادي ندير مشيطات لاختي. تسمح لي يا إسراء غادي نعذبها في شعرها، مي باش نوريكم نتوما المشيطات غديرهم. لحقاش عندها حفله في نهار الجمعه ان شاء الله، هاد الجمعه هذا في ليكول، وبقى ماما صراحه ماما قالت لي صايب لها انت شعرها، وانا بقى حيره شنو غادي ندير ليها. دونك بغيت نجرب لها مشيطات زوينين من الحفله ونشوف الى اي درجه تحسن، باش تكون عندي وين يدي على داكشي اللي غندير ليها نهار الحفله. ونستناكم في لي كومونتير تفوتيو على انا مشيطة عجباتكم. دونك سي بارتي، يلا نشوفوا المشيطة اللي عندي الإسراء. دونك كيف ما كتشوفوا انا كنمشط الإسراء شعرها باش غندير ليها مشيطات اللي قررت نصايبهم، اللي قررت ندير ليها في شعرها. ودونك اجيو تشوفوا اول مشيطة غندير ليها، هي عبارة إسراء شنو بغيتي ندير؟ المشيطة الاولى اللي وريتك ولا الثانية؟ الثانية. دونك إسراء اختارت واحد المشيطة لي تيجي يعني كتجي لا ديكوراسيون زوينه غير من الفوق، والشعر من تحت تبقى مطلق. انا دابا كنجرب الاسراء مشيطات لحقاش نهار الجمعه ان شاء الله عندنا الحفله ديال المدرسه، وبغيت نشارك معكم مشيطات اللي يقدروا يجيوها زوينين، واللي غتختار وحده منها باش نديرها لها نهار اللي غتكون غادا الحفله. وتانتوما في لي كومونتير عطيونا احسن مشيطه 1 ولا 2 3 ولا 4. كومونتيو يعني بهاد لي شيفر اللي قلت لكم دابا، الى مشطه اللي زوينه باش إسراء الى عجبتها شي مشطه من هادوك نديرو بالراي ديالكم، وتقدر تصايب وحده منهم. كيف ما شفتو هنايا قسمت الإسراء واحد لا بيتيت بارتي ولا بيتيت ميش من شعرها من الفوق ديال شعرها. غنشد لها باني لاستيك هكا بحال هكا، وغادي نقسمها ليها من الوسط، يعني هكا غنخشي صبعي من هنا غتقسم. دونك غادي نلويها في بعضياتها هكا، يعني تخرج هكا كيما شفتو كتخرج مزيان قاده. وتناخذو اينوتر ميش يعني من الشعر، تنحاولو ما ناخذوش بزاف. اختي عافاك خاصك ديري هكا شويه. دونك هكا كنشدها ليها، وحاولوا ما امكن يعني في اي مش دوزوا مشيطه يعني خفيفه باش ما يجيكمش مخبل. هكا، وحاولوا تشدوا من تحت ماشي من الفوق. غنعاود لا ميم شوز يعني من هنا، غنزيد وحده وغادي نرجع لكم دابا. دونك كيف ما كتشوفوا انا زدت ليها وحده يعني كيجيو بحال الشكل هذا. غادي ناخذ هذيك لاميش اللي خرجات، غادي نكحل شويه يعني نهبط عليها، وغندير بحال هكا يعني هكا. وغادي ندير لا ميم شوز من هنا، غادي نقسمها على جوج وندخل هذيك لا ميش هكا ونزير واحد شويه، يعني غتجي ان بيتي نو يعني غيجي هنا زويون. وباش غنفيكسيه بدي بانس هكا، كنفيكسيها بحال هكا بدي بانس. دونك كتجي بحال هكا مشيطة سامبل يعني عادية، مفيهاش بزاف الخدمة يعني، وكتجي زويونه بوغ اون فيت ولا شي حاجه يعني زويونه.
mais pas pour le quotidien parce que يعني كنحاولوا نبينوا هذه الشويه هكا باش تجي يعني بحال الرجيله ديال هذيك الدونه ملي كيتق يعني لو فري نو تاع اسراء راسك باش يشوفوا كتجي هكا وهنايا يعني في هاد في هاد البلايصات هادو وفي لو نو نقدروا اللي عنده هادوك لي بانس فيهم لا بيرل من الفوق ديك اللي كتبع عند مال الماكياج ديال العريسات ولا ديال لي فيت يعني كي تقدروا ديروهم يعني هنايا بوغ يعني في هاد مارياج ولا شي حاجه تيجيو زوينين هادوك. هادي المشيطه الاولى يعني الا عجبتكم فوتيو بوغ لو نومبر 1 اكتبوا لي لو كومونتير في لي كومونتير الا عجبتكم هاد المشيطه هي النومبر 1. شوفوا راه اسراء عيات بالشيطان تلحقاش يمكن كنشتاشها. دابا غادي ندير لكم شينيون اللي هي مشيطه سهله يعني شينيون بلا هذاك لي بونج ديالو يعني كيجي ساهل ساهل براتيك يعني كان اول حاجه كديرو هي اون كوت شوفال يعني سامبل بحال هكا يعني انا اختاريت ندير لكم ان شينيون لحقاش كاينين دي زونفون اللي كيمشيو لي دي في اللي تيمشيو للحفله يعني دي زابي سبور يعني بحال اون روب شوميز ولا اون روب كابوش يعني فهم كت خاصها تكون مشيطه سامبل وتقدروا يعني بحال مثلا مع لي جاكيت دو كوير فوق من شي روب ولا شي حاجه يعني pour rendre la tenue يعني sport. دونك هكا كنديرو ان شينيو يعني ان كوت شوفال سامبل و تنجيو يعني كناخدو غير هكا كنبقاو لويو مي ما تنزيروش لو شينيو باش يجي فوليمينو يعني كيما كتشوفو خليت اون بيرل اللي طالعه من هنا يعني ميم سي يكون الشعر يعني قصاور راه كي كيعطي لو شينيون تعطيه هاد لو شينيون هذا كيعطيها فوليوم رحمك الله اسراء. دونك وغادي ندير ليها يعني هاد البوندانا هادي باش يعني لحد الان راه باقي يعني كيك شوز دو كلاسيك فرحانه حيت اول مره عندي لها البوندانا ديالي. كيف ما كتشوفوا انا لويتو هكا تجيو من التحت تطلعوا هكا تجيو من القدام وتديروا ان نو اسراء اغيت دونك يعني البوندانا ولي زونفون راه سي با كيك شوز دو براتيك لحقاش كيهرب ليهم كتهرب لها بوند خصنا ما امكن يعني نديروها القدام باش حنايا نطلعوها يعني منين نكونوا منين نسالي المشيطه ديالتي نطلعها كدير لهنايا هكا وكتطلعها واحد شويه انا اكسبري خليت هاد اللينو هنايا في هاد العيبات كبار يعني لحقاش هذا هو لو ستيل ديالو ويعني بوغ اون في يعني ديال 10 ولا هكا يعني اون غروند في تقدروا تجبدوا يعني دي ماش دي بسيت ماش من هنا مي بوغ اسراء راه باقا صغيوره يعني ما غنجبدوا ليها حتى شي ماش وكاين دي طرق اخرى باش ديروا لي بوندانا كوم يعني هكايا مني ديروا هاد لونو خشيوهم يعني شاكون ان سونس انفيرس هكا تعطي واحد يعني واحد لو شارم زوين يعني كتجي زوينه يعني مشيطه سهله زوينه ديال لي فيت وديال لي جو ديال الكوتيديان هكا كتجي مشيطه زوينه يعني اسي سامبل ويعني سهله باش تصايب
دونك كيما كتشوفوا هنايا غادي نشد الاسترا شعرها يعني كاين جنب بنفس الالاستيك ونحاول هذوك هاد العيبات نديرهم هنايا ونخشيهم باش ما يبقاوش اون بيتون هكا خشيتهم دونك غنقسم هاد لابارتي هادي على جوج هكا اسراء شتي عفاك هنا هنا لا هنا شوف هنا دونك غناخد بحال هكا يعني هاد القياس غادي نجي اللور وغادي ندير فيه دي باس تقدر تبدا دابا ليكم الفكره اللي غادي ندير فكره سهله بسيطه وكتجي واو pour des enfants et pour des petites filles les يعني عندهم une fête ولا شي حاجه دونك بحال هكا كنفيكسيه من اللور بلي باس تيجي على هذا الشكل غادي ندير لا ميم شوز يعني من هنا اسراء اختي ما نقطع لا فرونش بقى لي هاد العيبه طالعين من هنا مي ملي كيكون الشعر مصايب يعني كتكون بلوس جولي المهم اسراء ممنوع انها تزكى بيديها يستحيل ما دير شي حاجه ضروري من نحاول ندير به يعني هكاين ماما عندك لي شيفا كيف قيصي بيد نبدا اسرع راسك واحد شويه دونك هكا كيف ما كتشوفوا تيجي لو نو زوين وكنزيدو عليه يعني كك يعني اي مقيبط بغيتو ديرو انا اختاريت هذا لحقاش اللبسه اللي غتلبس اسرع فيها لو فيغ كاين حسب على حسب البيسه اللي غادي يعني لا كولور ديال البيسه تقدروا ديروا اي مقبض دونك هذه المشطه اللي كانت قبل من هذه لونو هي نمبر 3 ودابا كان غادي نفرق الاسراء شعرها على جوج غنقسم ليها شعرها على جوج وغادي نرجع ليكم باش نوريكم شنو غادي نصايب ليها دونك كيف ما شفتوا مني كتقسمي ليها شعرها كناخذوا يعني الاستيك يعني من الاحسن تاخذوا دي زيلاستيك كبار اللي هانتوما غتشوفوا شنو غادي ندير بهم كديروا قريان بحال هكا واللي ما عندوش دوك لي ميني شينيون اللي تيداروا بحال هكا القرينات ياخذ هاد لي زيلاستيك هادو دوك الكبار ويلويهم على هذيك البلاصه بحال هكا انا غناخذ هذا حتى هو لحقاش هذا كبير عندي حنا ما عندناش بزاف ديال هذوك لي زيلاستيك الكبار لحقاش ما تستعملوهمش مي عندنا كيلكوزا اللي تنخدم بهم الاسراء ديما تقريبا هاد المشيطه كديرها ملي كتكون عندها شي حفله ولا شي حاجه تتجيها زويونه ملي كنكونوا خارجين اونتر فامي تنديرها ليها دونك بحال هكا كنقسموا الشعر باش كيبقى ليه داك لو دخول داخل و تجمعي ليها هذاك اللي داكشي اللي بقى يعني با نوت خيلاستيك يعني غير هكا بحال هكا تاخذي هذاك الشعر وتبقاي دوري باش يتغطى داك الالاستيك ما يبقاش يبان نهائيا يعني ملي كتديري ليها بحال هكا تاخذي اي الالاستيك بغيتي
انا اختاريت واحد الواحد ديال نو هذا، اختاريت هذا كبير يعني تديرها غير هكا. انت هاد الكسيوه فيها ليليكون هي واحد البلاستيك. دونك ها نتوما كيفما شفتو، بو غاني دو طون انا غادي ندير الاخر وغادي ندير فيه ليلاستيك ديال يونيكورن باش تشوفوا كل واحد الديزاين ديالو وكل واحد كيفاش تيجي. انا الصراحه كيعجبوني بحال هاد لي ليلاستيك فيهم ليليكورن، كيعجبوني بزاف. هي واحد الحاله اسراء كتحمق على لي يونيكورن وكنبغي هاد لي بابيون. تقريبا معظم ديال الدراسات ديالها عندها اليونيكورن، عندها قبية ديال اليونيكورن، كسيوات ديال اليونيكورن، مقابض ديال اليونيكورن، تريكو ديال اليونيكورن، سروال ديال اليونيكورن، عندها بزاف ديال يعني لي زابي يونيكورن. والبنات عندي هذا، انا غادي نعاود لكم باش نتاكدوا من لا ميثود مزيان. دونك بحال هكا كديري دي زيلاستيك، غادي ندير بلوس كل هي لحقاش تمايا كان هذاك كبير داك لي لاستيك، غير باش يجي يعني الفوليوم ديالهم نفس القياس. تندير نفس الحاجه يعني تنحل الشعر من الوسط تنقادو هكا. تندير ان بيتي لاستيك. والصراحه هاد لي زيلاستيك نصحكم بهم، هادو ديال البلاستيك صغيرين كينفعوا يعني وبراتيك. دونك غادي نعاود نفس الحاجه يعني نلوي هادو باش ما يبقاش يبان نهائيا هذاك. ودابا غادي ندير ليها لي لاستيك ديال يونيكورن، بقاش من قبل وهي مسدعه. يونيكورن 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 هي درتها ليها. بحال هكا الا جاتكم شي بلاصه خارجه بلا ما تعاودوا يعني لو شينيون كامل، تقدروا تثبتوها غير ب غير بهذا دي باس. وكيف ما كتلاحظوا راه داكشي اللي لتحت ما تيبقاش يبان نهائيا، يعني ما كتبقاش تبان الاثر ديال اي حاجه كنتو درتوها من التحت. دونك ها هما يا لي شينيون تيجيو يعني زوينين يعني بوغ لو كوتيديان. هادي يعني ديال اليونيكورن يعني ان الاستيك يعني شويه صغيره، وهذه ديال النو كبير، وهذه هي دي مشيطه نمبر 4. نتمنى تكونوا يعني عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش تكومونتيو في لي تديروا لي دي كومونتير. وبهذا الا بغيتوا ديروا مثلا ماشي ديال الزلاستيك بحال هادو، تقدروا الا كان عندكم دي يعني دي باغيت بحال هادو ولكن صغيورين عليهم تقدروا ديروهم. حنا ما عندناش الصراحه صغيورين، عندنا غير كبار. تقدروا ديروهم هكا. وبالنسبه للشينيون اللي كنت وريتكم قبيله ديال 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 البوندانا، تقدروا ما ديروش البوندانا وديروا بحال هاد لا باغيت كبيره من التحت، يعني كيجي للشينيون هنا ولا باغيت تجي هنايا. مي بوغ لو شينيون يعني اللي كيكون كبير، انا درت الاسراء لا بوندانا باسكو يعني مع السبور وداكشي يعني لا بوندانا احسن من هاد لونو. دونك نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. هادو هما لي 4 يعني لي 4 يعني كوافور زوينين اللي تقدروا ديروهم كوتيديانمون بوغ لي غروند في و يعني دون لي فيت و كيكشوز بوغ لي بتيت في. دونك السلام عليكم.